عايزة أبدأها بقضية الحقيقة مهمة جداً، وهي قضية الإرهاب. الإرهاب مش بس قضية دولية وخطر عالمي عابر للحدود والقارات، هو كمان حاجة احنا اكتوينا بنارها على مدار الكام سنة اللي فاتوا، وعندنا خصوصية شديدة في مكافحة الإرهاب والتعامل معاه من خلال يعني خضنا حرب طويلة في مكافحة الإرهاب. ارتبط بمكافحة الإرهاب دي كيانات إرهابية وأشخاص مدرجة على قوائم الإرهاب، واحدة من القضايا الحساسة جدا اللي بتأثر بشكل كبير على الأمن القومي، على الاستقرار المجتمعي، على الاستقرار اللي جوه البيوت نفسها. رجوع الأشخاص اللي تبروا، ونحط تحت تبروا هنا يعني 100 خط، الأشخاص اللي تبروا من أفكار الكيانات المتطرفة الإرهابية دي مسألة مهمة جدا، إزاي تم دمجهم مرة تانية في المجتمع. قضية لها أبعاد كتير، قضية شائكة بتمر بمراحل حساسة جدا، لابد من التأكد من سلامة النوايا عند هؤلاء الأشخاص، لابد من التأكد وأن يكون في ضمانات أن هم لا يشكلوا خطر على المجتمع مرة تانية، لن يبثوا أي أفكار متطرفة مرة تانية. وبكل بقى التفاصيل دي وبكل القراءة دي، النهاردة صدر قرار مهم جدا أزعم أنه هو قرار تاريخي بدون مبالغة. ليه تاريخي؟ لأنه أول مرة يحصل، غير مسبوق بكل تفاصيله. القرار ده بيأكد أن احنا دولة قانون، دولة تحقق العدالة الناجزة، ودولة عندها مسألة حقوق الإنسان والعدالة في تطبيقها حاجة أساسية جدا وهدف أساسي جدا. النهاردة محكمة الجنايات المختصة قررت ترفع أسامي 716 شخص من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، مرة واحدة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين دول، سواء كانوا محبوسين أو مدرجين على قوائم الإرهاب. نقاط مهمة لازم أقولها في سياق القرار ده. أولا، القرار ده متماشي جدا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحاجة مهمة تتقال عن الاستراتيجية دي إنها يعني استراتيجية مصرية أجندتها وطنية لا تخضع للإملاءات. التوقيتات اللي اتعملت فيها الاستراتيجية وتحط فيها البنود وتحط فيها القراءات والاجتهادات هي استراتيجية ملتزمة بالتوقيتات المصرية الخالصة، التزاماتنا إحنا الدولية، وليس بأي ضغوط أو إملاءات تفرض علينا من الخارج أو من أي أجندات غير وطنية. إذن هي استراتيجية مصرية بأجندة وطنية خالصة، لكنها موضوعة وفقا للمعايير الدولية المتحضرة في مسألة حقوق الإنسان ومسألة تحقيق العدالة. التزمنا في الاستراتيجية دي بمبادئ العدالة والمساواة، وحطينا مبدأ مهم جدا هو فتح صفحة جديدة لأي كيان أو شخص عايز يرجع ينخرط في المجتمع كمواطن صالح. القرار ده خطوة مهمة جدا، رسالة واضحة وصريحة أن الدولة المصرية فتح بابها لكل اللي يرجع للطريق الصحيح. القرار بيقول الفرصة لسه قدامك عشان تندمج في المجتمع بالسلام بعيدا عن العنف والإرهاب والأفكار المتطرفة. الباب لسه مفتوح للعودة للطريق السليم، للابتعاد عن طريق السوء، للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين دول بصفة مستمرة، مش مرة واحدة والسلام. القرار ده برضو مهم ليه؟ ادي دور الدولة ومسؤولية الدولة، المراجعة القانونية لكل القرارات السابقة، لكن مسؤولية الأفراد بقى هنا ايه؟ مسؤولية من تم استبعادهم من قوائم الإرهاب ايه؟ كل شخص تم استبعاده صحيح هيكون له كامل الحقوق، سواء في التعاملات المادية، سواء في السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت، يعني هو هيرجع مواطن طبيعي، ما عليهوش وصم، ما عليهوش خطوط حمراء، لن يعامل معاملة مختلفة في أي من هذه المجالات اللي اتكلمنا عنها. لكن الأشخاص دول عليهم هم كمان مسؤولية. مسؤولية ايه؟ زي ما قلنا، الابتعاد عن الأفكار الهدامة، الابتعاد عن الأفكار المتطرفة، الابتعاد عن الممارسات الإرهابية، الابتعاد عن الانخراط مع أشخاص ضروا البلد وأزوا البلد وأزوا ناس البلد وما كانش عندهم أي مشكلة في سبيل أجندتهم هم يعني الإقليمية إن هم يدمروا بلدهم ويشوفوا بلدهم بتتكسر قدام عينيهم. بالعكس، كان ده هدف من الأهداف في وقت من الأوقات. إذن مسؤولية الدولة بتوفيها، مسؤولية الأشخاص هنا هو المسألة المهمة جدا. القرار ده
مش مقتصر على رفع ال 716 شخص من قوائم الكيانات الإرهابية. كان في بعض الرسائل المهمة، واحدة من الرسائل المهمة ان احنا نتكلم عنها ونقف مع حضراتكم قدامها، هي مسؤولية المحيط بهؤلاء الأشخاص، الأسرة. كل واحد من دول له أب، له أم، له أخت، له أخ. أنتم كمان عليكم دور أنك تتابعوهم، تقفوا جنبهم، تعملوا لهم نوع من أنواع المراجعة والتصحيح عشان ما يرجعوش تاني لنفس الدوائر اللي انخرطوا فيها وتسببت في القرارات، إما الحبس أو يعني القوائم، الإدراك ضمن قوائم الإرهاب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. دي كانت رسالة الحقيقة مهمة ضمن حيثيات القرار.